نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. إلى سوريا، حيث استهدفت الطائرة الحربية الروسية عددا من مواقع جماعة داعش الإرهابية في مدينة تدمر السورية. وقال التلفزيون السوري أن الطائرات الروسية استهدفت للمرة الأولى وبالتعاون مع السلاح الجو السوري استهدفت مواقع داعش داخل المدينة وفي محيطها، وأسفر القصف عن تدمير 20 عربة مصفحة وثلاثة مستودعات للذخيرة وثلاث منصات للصواريخ. كما استهدف الطيران الروسي مقر المسلحين في جبل الزاوية والريف الجنوبي في إدلب، بينها غارتان عند أطراف بلدة النقير وأخريان بمنطقة المرج في بلدة كفر عويد، وغارتان عند الأطراف الشمالية لبلدة كنصفرة، واستهدفت بلدتي الباب ودير حافر في حلب. في هذه الأثناء أعلنت أنقرة أنها استدعت السفير الروسي وأبلغته احتجاجها على قيام طائرة روسية بخرق الأجواء التركية للمرة الثانية، فيما ذكرت أنباء أن وفدا عسكريا عراقيا يزور موسكو لبحث إمكانية قيام روسيا بضربات لمواقع داعش في العراق. مرة ثانية وخلال أقل من ثلاثة أيام تعلن تركيا خرق مجالها الجوي من قبل الطيران الروسي. وحول الخرق الأول أعلنت روسيا أن سوء الأحوال الجوية تسبب بانتهاك المجال الجوي التركي، وسارع رئيس الوزراء التركي بالقول إن بلاده سترد على أي اختراق لأجوائها. قواعد الاشتباك لدينا واضحة أيا كانت الجهة التي تنتهك مجالنا الجوي. لدى القوات المسلحة التركية أوامر واضحة حتى لو كان طيرا فسيتم اعتراضه. وزير الخارجية الأمريكي أعرب عن قلقه منبها بأن توغل مقاتلة روسية في الأجواء التركية كاد يتسبب بتصعيد خطير. هذا بالضبط ما حذرنا منه، ولهذا السبب شاركنا في محادثات أولية مع روسيا للتأكد من استبعاد أي احتمال لوقوع أي نزاع عراضي. هذه المحادثات أصبحت أكثر أهمية الآن، وسنعمل بسرعة كبيرة لتجنب أي تصادم. والرد على الوزير الأمريكي جاء على لسان وزير الخارجية الروسي بأن لا وجود على الأرض لما يسمى المعارضة المعتدلة، كما أن واشنطن رفضت إعطاء تفاصيل حول هذه المعارضة. الجيش الحر بات وهميا. طلبت من وزير الخارجية الأمريكي أن يقدم معلومات ما حول مواقع هذا الجيش وقادته، ولم يقل أحد لنا حتى الآن أين وكيف يعمل هذا الجيش ووحدات أخرى مما تسمى بالمعارضة المعتدلة. وميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن طائراتها دمرت مركزين قياديين لداعش في الرستن ومحافظة اللاذقية، وفي تلبسة جنوب حمص دمرت مستودعات ذخيرة ومركز اتصالات، هذا إضافة إلى معسكر تدريب للإرهابيين ومخزن ذخيرة وآليات مدرعة في جسر الشغور في إدلب. القلق الأمريكي والغربي والتركي يأتي في وقت أظهرت تقارير استخباراتية أن روسيا تستعد لعملية برية في سوريا. ونقلت قناة CNN عن مصادر في البنتاغون بأن آخر تقييم يظهر إرسال موسكو تعزيزات برية لاستخدامها ضد الجماعات المسلحة. وفي العراق تتفاعل قضية انخراط روسيا في الحرب على داعش بعد ترحيب رئيس الوزراء حيدر العبادي في أي دور عسكري لروسيا في هذا الاتجاه. ونقلت مصادر إعلامية أنباء عن وصول وفد عسكري عراقي إلى موسكو للتنسيق بشأن شن الضربات الروسية. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اعتبر أن الاختراق الروسي للمجال الجوي التركي لم يكن عرضيا، ووصفه بالانتهاك الخطير. وخلال مؤتمر صحفي في مقر الحلف في بروكسل، شكك ستولتنبرغ في التوضيحات الروسية للحادثة بأنها وقعت عن طريق الخطأ، وقال إن الحلف لم يتلقى أي تفسير حقيقي للحادث داعيا إلى عدم تكراره. وأشار ستولتنبرغ إلى أنه لم يجري أي اتصال مباشر مع موسكو، لكن الناتو بحث إمكانية استخدام خطوط الاتصال العسكرية مع روسيا.
وفي العراق أكد القيادي في قوات الحشد الشعبي هادي العامري أن الولايات المتحدة غير جادة في محاربة جماعة داعش الإرهابية. وقال العامري إن عدم جدية التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة جعل بغداد تتجه نحو روسيا، وأضاف أن هناك من يريد احتواء جماعة داعش داخل العراق وليس القضاء عليها كي لا يعود مقاتلوها إلى أوروبا التي قدموا منها. وشدد العامري على ضرورة وقف تدفق الإرهابيين إلى العراق وسوريا من أجل القضاء على الجماعة الإرهابية. وصلت الطائرات الحربية الروسية استهداف مواقع المتطرفين في سوريا، فقصفت اليوم معاقل لداعش في مدينة تدمر الأثرية وفق ما أعلنت مصادر أمنية سورية، ما أدى إلى تدمير 20 عربة مصفحة وثلاثة مستودعات للذخيرة وثلاث منصات صواريخ. وأفادت مراسلة الميادين باستهداف الطائرات الروسية مواقع للمسلحين في عدة مناطق في جبل الزاوية والريف الجنوبي بإدلب. كشف مصدران في وزارة الدفاع الأمريكية أن آخر تقييم للوجود الروسي في سوريا يظهر إرسال تعزيزات بأسلحة برية هجومية لاستخدامها غرب سوريا ضد المسلحين بعيدا عن عناصر داعش. لفت أحد المصدرين إلى أن هذه التعزيزات تشمل أسلحة مدفعية متنوعة وأنظمة صواريخ، ويؤشر ذلك بحسب المصدر إلى احتمال شن هجوم بري قريبا. في سياق متصل نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر حكومية في واشنطن أن الطائرات الروسية التي تقصف المسلحين في سوريا تستهدف مواقع فصائل معارضة مدعومة من قبل الاستخبارات المركزية الأمريكية. ومن العاصمة السورية دمشق تنضم إلينا مديرة مكتب الميادين هناك ديما نصيف. ديما أهلا بك. نبدأ من أين تركزت الاستهدافات اليوم، وما هو الواضح من أجندة هذه الضربات باعتبار أنها يعني حتى الآن ما زالت في الشمال الغربي وحتى المنطقة الوسطى بعيدا عن الشرق وبعيدا عن الجنوب، ولا سيما بأنه الضربات من المرجح وبحسب التصريحات من موسكو ستستهدف أينما وجدت هذه الجماعات المسلحة؟ نعم، بداية يعني سلمى، طبعا الضربات تركزت كما قلت في الخبر في جبل الزاوية في داخل مدينة تدمر طبعا، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إغارة جوية داخل المدينة. حتى الطيران السوري منذ أن انسحب الجيش السوري من تلك المدينة وربما لتجنب دمار هذه المدينة الأثرية لم يكن هناك أي غارة جوية، لكن اليوم تمكنت الطيارات الروسية من ضرب أرتال وآليات لداعش كانت بالقرب أو من داخل المدينة نفسها. طبعا بطبيعة الأحوال كما قلت بأن الضربات لا تزال تتركز على مناطق الشمال الغربي والمنطقة الوسطى، وهي مناطق تجمعات سكانية كبيرة بطبيعة الأحوال، والواضح بأن الغارات الروسية تركز على حماية هذه التجمعات السكانية الكبيرة وتأمين هذه المناطق ودفع بطوق المسلحين عنها إلى مناطق أخرى ربما تنقل فيها المعركة إلى أماكن لا تتواجد أو لا تتداخل فيها الوجود المدني مع الوجود المسلح، إلى جانب أنها هي مناطق أيضا بالمقابل مناطق تجمعات أساسية للمسلحين، وبالتالي لابد للطيران الروسي إذا ما كان هناك يعني سيستكمل بعملية برية مواكبة للجيش السوري، وكل المعطيات تقول بأنها ربما تكون عملية وشيكة، لا شك بأنه يعني من الضروري أن يقوم الطيران بتدمير مقرات ومخازن الأسلحة وطرق إمداد هذه المجموعات، وهذا ما يحدث بالفعل يعني حتى الآن. ويعني طبعا هذا الكلام المجموعات المسلحة الذي تقوله وليست فقط يعني الإحداثيات أو المعلومات العسكرية السورية أو حتى الروسية، يعني كما شاهدنا هناك بيان ل 41 فصيلا مسلحا طالبوا بتشكيل حلف إقليمي ضد ما أسموه بالاحتلال الروسي والإيراني، وأيضا هناك دعوات من مختلف يعني الأطراف حتى الأطراف العربية أو من المشايخ بأنه ضرورة ما أسموه الجهاد ضد الروس في سوريا. بكل الأحوال هذا كله مؤشر بأنه هذه المجموعات تتلقى ضربات كبيرة جدا. أما فيما يتعلق بالمنطقة الشمالية الشرقية أو المنطقة الشرقية أو الجنوبية، نعم. طبعا في المنطقة الجنوبية يعني سلمى هناك تراجع حقيقي للمسلحين وهناك تقدم للجيش السوري بعد أفشاله عاصفة الجنوب وبعد تعطيله لغرفة عمليات
عمان، وبالتالي ليس هناك من حاجة الآن لضرب هذه المجموعات، إلى جانب طبعا تسليم حوالي 1000 مسلح قبل أيام أنفسهم مع أسلحتهم للسلطات السورية، لكن لا شيء يشي ولا شيء ربما يلغي إمكانية أن تنفذ موسكو ضربات في تلك المناطق. لكن الأولوية اليوم لموسكو ولدمشق هو ضرب هذه المجموعات التي تشكل الخطر الأكبر على التجمعات السكنية وعلى الجيش السوري، وأيضا تمهيدا ربما لعملية برية وشيكة في تلك المنطقة. شكرا جزيلا ديما نصيف مديرة مكتب الميادين، كنت معنا من العاصمة السورية دمشق على كل هذه المعلومات. وفي الوقت الذي تواصل فيه روسيا غاراتها على مواقع المتطرفين وداعش في سوريا، ندد حلف شمال الأطلسي بما سماه الانتهاك الخطر للأجواء التركية. خرق روسيا الأجواء التركية ليس عرضيا، الكلام للأمين العام لحلف شمال الأطلسي، وهو الموقف الثاني للناتو في أقل من 24 ساعة. ستولتنبرغ حذر موسكو من تكرار ما وصفه بالانتهاك الخطر لأجواء تركيا. لم نحصل على تفسير حقيقي من موسكو عدا ما قيل في الإعلام. من الطبيعي أن يستخدم الناتو خطوط التواصل المباشرة بين السلطات العسكرية لديه ولدى روسيا ليعبر عن قلقه وينقل رسالة على المستوى العسكري بأن هذا الأمر يجب ألا يتكرر. مواقف جديدة صدرت أيضا عن واشنطن بشأن ما وصفه البيت الأبيض بالعمل الاستفزازي. نحن ننظر إلى هذا التوغل على أنه متهور وهو خطير واستفزازي وقد يتسبب بالحوادث وسوء التقدير. العمل مع تركيا على تأمين حدودها هو أولوية لدى واشنطن بحسب تونر. هذا لا يمنع من أن الموقفين الأمريكي والتركي لا يلتقيان بشأن إنشاء منطقة آمنة في سوريا، فواشنطن أعادت تأكيد عدم تأييدها هذا المقترح، فيما جددت أنقرة من بروكسل دعوتها إلى تنفيذه. إلى ذلك حذرت أنقرة موسكو من تكرار ما حصل، واستدعت السفيرة الروسية لديها مرتين خلال 3 أيام. تركيا قالت إنها ستحمل روسيا مسؤولية أي حدث غير مرغوب فيه قد يقع مستقبلاً. وفيما تتواصل غارات المقاتلات الجوية الروسية على مواقع التنظيمات المتطرفة في سوريا، قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي إن بلادها ستبحث في توسيع نطاق ضرباتها الجوية ضد المتشددين في سوريا بحيث تشمل العراق إذا تلقت طلبا بذلك من بغداد. وفي سياق متصل تحدثت معلومات عن قيام وفد عسكري عراقي بزيارة إلى موسكو للتنسيق بشأن ضربات روسية ضد داعش في العراق. بدوره أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أن بغداد تسعى إلى التنسيق مع مختلف دول العالم في إطار محاربة الإرهاب. نفذت القوات الجوية لروسيا الاتحادية بالتعاون مع قواتنا الجوية سلسلة ضربات جوية دقيقة على مجموعة أهداف لتنظيم داعش الإرهابي في دير حافر والباب في محافظة حلب. مصدر عسكري أوضح أن الضربات أدت إلى تدمير مقر لقادة التنظيم الإرهابي، مضيفا أن الغارات طالت أيضا أوكار تنظيم داعش في تدمر وأسفرت عن تدمير 20 عربة مصفحة وثلاثة مستودعات ذخيرة وثلاثة منصات للصواريخ. وفي متابعة لأخبارنا الميدانية، استهدف سلاح الجوف الجيش العربي السوري تجمعات للإرهابيين في الفرز وسلمى وعكو ودروشان بريف اللاذقية الشمالية، ما أدى لمقتل 12 إرهابيا وتدمير سيارتين إحداهما مزود برشاش ثقيل. عرف من الإرهابيين القتلى التركيان عصمت أسلدان الملقب أبو عثمان وأحمد أوشلي والسعودي فيصل الرحبي الملقب أبو معاوية المهاجر المتزعم في جبهة النصرة والفلسطيني عثمان الطوابحي. واستهدف سلاح الجوف الجيش العربي السوري تجمعات لإرهابي داعش في الراشدين وقبتان للجبل ودارة عزة وحريتان وباشكوي بريف حلب، ما أدى لمقتل 180 إرهابيا وتدمير معسكر تدريب ومركز تجمع آليات. يأتي ذلك في حين وجهت وحدات من الجيش ضربات مكثفة على أوكار وتجمعات إرهابي داعش بريف حلب الشرقية ودمرت عددا من الآليات للإرهابيين بعضها مزود برشاشات ثقيلة بما فيها. كما دكت قواتنا الباسلة أوكار الإرهابيين في عين الجماجمة ودير حافر ومسكنة والخفصة والباب ومحيط صفيرة، ما أسفر عن إيقاع العديد من الإرهابيين قتلى ومصابين. وفي مدينة حلب قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على العديد من الإرهابيين ودمرت ما بحوزتهم من أسلحة وذخيرة.
ذلك خلال ضربات مركزة على بؤرهم في ساحة النعناع وأحياء الليرمون وبني زيد والشعار. أما في ريف حمص الشمالي دمرت وحدات من الجيش أوكارا وتجمعات لإرهابيي جبهة النصرة في قرية الغجر بتلبيسة وفي الرسن وشرقي كيسين، ما أسفر عن مقتل عدد منهم وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد. ضبطت مجموعات الدفاع الشعبية سيارة محملة بالأسلحة والذخيرة في ريف السويداء الشمالي الشرقي. تمكنت إحدى الجهات المختصة في محافظة السويداء وبعد متابعة ورصد دقيقين من إلقاء القبض على مجموعة إرهابية كانت تستقل سيارة بيك أب تحمل كمية كبيرة من الأسلحة والقذائف الصاروخية، منها عيار 122 ملم وقذائف دبابات وهاون وذخائر خفيفة ومتوسطة، وذلك أثناء محاولة الإرهابيين نقل هذه الأسلحة والذخائر إلى قرية شعف الحدودية والمتاخمة للحدود السورية الأردنية جنوبا. وقد كانت سيارة الإرهابيين هذا متجهة لصالح الإرهابيين المختبئين في جحور البادية. الحكومة تحيي في جلستها الأسبوعية الذكرى 42 لحرب تشرين التحريرية المجيدة. والدكتور وائل الحلق يؤكد أنه كما صنعنا النصر في تشرين نصنعه اليوم بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وإنجازات جيشنا الباسل. تقرير بلال معروف. حيت الحكومة الذكرى 42 لحرب تشرين التحريرية المجيدة التي أعادت للجندي العربي ثقته بنفسه وقدراته القتالية والعسكرية. وأكد الدكتور الحلقي أن حرب تشرين التحريرية المجيدة تعتبر انطلاقة تاريخية مهمة، وأثبتت أن التضامن العربي هو أحد المقومات الأساسية لتحصين الأمة العربية ضد المخاطر التي تحاك ضدها، مؤكدا أن الجيش العربي السوري اليوم يتصدى لأعتى حرب إرهابية بكل عزيمة واقتدار. كل عام وأنتم بخير، ونحن نعيش أحداث الذكرى 42 لحرب تشرين التحريرية. أثرنا أن يكون اجتماعنا دوري كالعادة في هذا اليوم لنشارك قواتنا المسلحة يوم عمل ولنتكامل الأدوار في بناء هذا الوطن من خلال طبعا ما تقوم به مؤسسات الدولة والجهات التابعة لها في إطار دعم قواتنا المسلحة وتعزيز صمودها في مواجهة الإرهاب العالمي الذي يعني يجتاح هذا الوطن وتحقق في كل يوم مزيد من الانتصارات. حرب تشرين التحريرية التي قادها الرئيس المؤسس حافظ الأسد كانت محطة تاريخية في تاريخ الوطن وفي تاريخ الأمة. من خلال هذا الحدث استطعنا واستطاعت قواتنا المسلحة أن تهزم ما كان يسمى بالجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، وأن تلقنه دروس كبيرة من خلال ما أنجزته من مهارات قتالية وانتصارات في جبهة الجولان، وحررت الأراضي المحتلة بالتشارك مع القوات العربية المصرية. الحلقي أشار إلى الدور التشاركي الفعال والهام والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يساهم في تعزيز قدرات الدولة السورية والشعب السوري وجيشنا الباسل على الصمود. كانت الجلسة جلسة تكاملية وتفاعلية ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. قدمنا من خلالها رؤية الحكومة وما أنجزته الحكومة خلال الشهرين الماضيين وما تتطلع إليه خلال المرحلة القادمة. كان هناك بعض التساؤلات وبعض الأفكار التي قدمها السادة أعضاء مجلس الشعب في اختصاصات متعددة وفي قطاعات مختلفة. الملاحظات هي ملاحظات دائما نحن نتكيف ونتصدى لها وفق الإمكانيات المتاحة، وهي مطالب يعني ليست بجديدة. الاستمرار بتأمين مياه الشرب في حلب يتابع السيد وزير الموارد، والبارح كان له جلسة متابعة في المجلس. الاستمرار بالعدالة في توزيع الكهرباء، العمل الإنساني ولا سيما في دير الزور وكفريا والفوعة ونبل والزهراء، جامعة الفرات أيضا نتمنى من السيد الوزير متابعة ملف جامعة الفرات بمستقبل العام الدراسي يعني 2015-2016 مع بداية هذا العام، كي لا تتفاقم المشكلة من خلال تأمين أعضاء الهيئة التدريسية الضروريين. مشكلة ترخيص المنشآت في الساحل السوري أيضا تحدثت السيد النائب، وتصنيف الأراضي، تحسين صناعة الخبز، رغيف الخبز يتابع السيد وزير التجارة الداخلية وخاصة بعد تخفيض نسبة الاستخراج إلى 90%. المازوت من أجل التدفئة أيضا نحن نتابع ما استطعنا من أجل إيصال
هذه الكميات التي أقرتها الحكومة إلى كل الأسر السورية مع نهاية العام 2015. ضبط الأسعار ومتابعة أيضا الضغوط والمراقبة التموينية سواء كان على محطات الوقود أو على المخابز، وقطعنا شوط خلال الأسبوعين الماضيين جيد، ولا سيما في المحافظات الهدف التي تكثر فيها ظاهرة التهريب وأيضا سوء صناعة الرغيف وأيضا التسعيرة بالنسبة للمطاعم والمتاجر. مستلزمات الإنتاج الزراعي والاستمرار بعقلنة الدعم وفق المشروع الذي أقرته الحكومة. وطلب الحلقي من وزارة الإدارة المحلية التحقيق في مخالفات بناء بعض مناطق مدينة دمشق وتراخي بعض المعنيين في البلديات في قمع المخالفات، مشددا على أهمية التزام محافظة دمشق بطبيعة الواقع العمراني لمنطقة كفر سوسة وعدم القيام بأي تجاوزات. وبحثت الحكومة مشروع قانون إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة عليها عند قيامهم بإصلاح وترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي. ووافقت الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية بتحديد سعر الكيلوغرام الواحد من القطن بسعر 140 ليرة سورية. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم قدم عرضا للواقع السياسي ومشاركة وفد سوريا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتي لاقت ترحيبا واسعا على الصعيد الإقليمي والدولي. وأشار الوزير المعلم إلى وجود تفاهم دولي لطبيعة الحرب الإرهابية التي تواجهها سوريا وأهمية مساندة سوريا في تصديها لهذه الحرب الإرهابية التي تشكل خطرا على العالم أجمع، مبينا أن الإرادة الحقيقية والصادقة لروسيا الاتحادية في محاربتها للإرهاب حققت خلال أيام ما عجزت أمريكا وحلفائها عن تحقيقه خلال عام مضى في زعمهم محاربة الإرهاب. بمناسبة ذكرى 42 لحرب تشرين التحريرية وتمجيدا لذكرى شهدائها، زار الدكتور بشر الصبان محافظ دمشق والدكتور وائل الإمام أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي مقبرة الدحداح بدمشق، وقرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء ووضعوا أكليلا من الزهور على ضريح الشهداء. وأكد أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور وائل الإمام أن انتصار حرب تشرين التحريرية هو ثمرة لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل أن تبقى سوريا منيعة صامدة في وجه كل المخططات، لافتا إلى أن تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري اليوم ستحقق الانتصار على الإرهاب المرتبط بالكيان الصهيوني. وبيّن الدكتور الصبان أن الحرب التي شنت على سوريا تهدف لتقسيمها وتفتيت شعبها وضرب مقدراتها واقتصادها وصناعاتها، معربا عن الثقة الحتمية بالانتصار كوننا أصحاب حق وندافع عن أرضنا وترابها في وجه الإرهاب. ما نشهده اليوم هي استمرارية حقيقية لمكافحة الإرهاب المرتبط تماما بالكيان الصهيوني، وهو ما يراه اليوم المواطن السوري على أرض الواقع. اليوم عم نعيد ذكرى انتصار حرب تشرين التحريرية بالحرب العالمية الكونية اللي شنت على سوريا، واليوم رح تدخل عامها الخامس بعد شهرين ثلاثة. هذه الحرب القذرة التي شنت لتقسيم سوريا ولتفتيت الشعب السوري وضربه وضرب مقدراته وضرب الاقتصاد السوري والصناعة السورية وجميع مكونات الشعب السوري، اليوم أبت سوريا بأبطال جيشها الباسل وصمود شعبها وقائدها، أبت إلا أن تنتصر. وفي طرطوس وبمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية، زيارة لأحد تشكيلات القوات المسلحة ومقبرة الشهداء وتدشين بئرين. بعد مرور 42 عاما على حرب تشرين التحريرية التي خاضها جيشنا العربي الباسل، نشاهد اليوم رسوخ المبادئ والقيم التي عمقتها هذه الحرب في الإنسان السوري عموما والجندي السوري خصوصا، الذي كان وما زال عنوانا للتضحية والشرف والإخلاص. ابن شهيد الله يرحمه ويرحم هالشهداء، قلين اذكرونا عندما تحتفلون بالنصر، وإن شاء الله دم هالشهداء كلياته بيتكلل بالنصر يا رب. بإذن الله نصر تشرين السابق لا زال بقلبنا عايش حتى الآن، وبدنا نحيه من جديد بإذن الله بالأيام القادمة. سنبقى دائما أصحاب عزة وأصحاب كرامة، وسنبقى دائما صامدون، وسنبقى دائما مقاومون. ليس جيش إسرائيل فقط، وإنما جيوش العالم كلها نحن نواجهها، وبإذن الله سننتصر.
وبمناسبة الذكرى 42 لحرب تشرين التحريرية، قام محافظ طرطوس وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي وقائد شرطة طرطوس بزيارة إلى مقبرة الشهداء بالمحافظة، ووضعوا إكليلا من الزهر وقرأوا الفاتحة على أضرحة الشهداء، كما زاروا إحدى التشكيلات العسكرية في المحافظة. هذا العام إن شاء الله سيتحقق النصر على يد بواسل جيشنا العربي السوري، وكل عام وأنتم بخير. أبناء أفراد هذا الجيش العربي السوري الذي خاض حرب تشرين التحريرية وانتصر، هم حاليا أبنائه ينتصرون ويسطرون أروع ملاحم البطولات ضد هذه الحرب الكونية، ضد هؤلاء الإرهابيين القتلة. وفي السادس من تشرين عام 1973 تجسدت فكرة التضامن العربي، ووضعت كل الطاقات والقدرات في خدمة الجماهير العربية. وبهذه الذكرى اليوم دشن محافظ طرطوس وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بئر بعمر الارتوازي بغزارة 70 متر مكعب بالسعة وكلفة 115 مليون ليرة سورية، وبئر كفرفو بغزارة 60 متر مكعب بالسعة وبكلفة 46 مليون ليرة سورية لتحسين الواقع المائي في هذه المناطق والقرى المجاورة. ما خلال هذا النصف من العام وضع أكثر من 11 مشروع هدفها تحسين الواقع المائي وزيادة معدل نصيب الفرد، وخصوصا مع زيادة الطلب على المياه بسبب قدوم إخوتنا الوافدين. عندما نقوم بوضع مشاريع في الخدمة، في خدمة التنمية، في خدمة المواطن، هذا تأكيد على أن الجمهورية العربية السورية دولة قوية ودولة قادرة ودولة لا يمكن لقوة في العالم أن تقهرها، طالما أن هناك شعب عظيم وجيش باسل وقائد يقدم كل شيء من أجل سيادة هذا الوطن وعزة وكرامة هذا الوطن. بتكاتف الجميع ستبقى سوريا قلعة العروبة الصامدة، وتبقى راية العروبة في سماء وطن شامخ يعلو بنيانه ويبحث عن تشرين جديد. وبمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية المجيدة، تم تكريم عدد من الضباط وصف الضباط والعسكريين خلال جولة لأمين فرع الحزب ومحافظ حلب على عدد من الحواجز العسكرية. بمناسبة ذكرى 42 لحرب تشرين التحريرية وتقديرا لتضحياتهم التي يقدمونها في سبيل الدفاع عن الوطن، قام محافظ حلب برفقة أمين فرع الحزب وعدد من ضباط الجيش والقوات المسلحة بزيارة لبعض النقاط العسكرية وإحدى تشكيلات جيشنا الباسل، حيث التقوا العناصر البواسل وقدموا لهم التهانية بهذه المناسبة الغالية والمجيدة. قمنا بزيارة أحد مواقع البواسل القوات المسلحة في ذكرى حرب تشرين التحريرية، لنؤكد أن هذا الجيش العقائدي الذي ربي على حماية الوطن والذي أسقط خلال حرب تشرين أسطورة تفوق الجندي الإسرائيلي وأسطورة أن العدو لا يهزم، قد هزم في تشرين وسيهزم أيضا في معارك العزة والنصر ضد العصابات الإجرامية. هؤلاء يا أبناء وأحفاد رجالنا في عام 73، رجال عيد النصر الذي تحقق في حرب تشرين التحريرية. العناصر أكدوا أنهم في الجاهزية التامة وأن النصر قادم لا محال. العام الوطن وقائد الوطن بألف خير وإن شاء الله منصورين. معايا الجيشنا وقائدنا وإن شاء الله منصورين. الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين أجمعين. إن شاء الله برأس السنة منكون منصورين وسوريا بخير. إذن هي عزيمة الإصرار وتحقيق الانتصار بجيش عقائدي باسل مغوار. شادي حلوة، التلفزيون العربي السوري، حلب. بمناسبة ذكرى 42 لحرب تشرين التحريرية وتقديرا لتضحيات وبطولات الشهداء في تحقيق النصر، زارت وفود رسمية وحزبية عددا من أسر شهداء حرب تشرين التحريرية وحواجز الجيش العربي السوري في الحسكة. بمناسبة الذكرى 42 لنصر تشرين، احتفلت وحدات الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي في الحسكة بهذه المناسبة العظيمة، والتي خاض خلالها الجيش العربي السوري معارك مشرفة ضد العدو الصهيوني وكسر أسطورة الجيش الذي زعم أنه لا يقهر. ففي كتيبتي حفظ الأمن والنظام أكد عناصر الشرطة بأنهم سيبقون الرديف للجيش والقوات المسلحة. الانتصارات التي شهدتها هذه المحافظة في أيامها الماضية لهو دليل قاطع على أن تشرين يتجدد في كل معركة وفي كل مواجهة مع المجموعات المسلحة الإرهابية. شعبنا العربي في سوريا ومن خلال قيادته الحكيمة القائد الخالد حافظ الأسد
والسيد الرئيس بشار حافظ الأسد أثبت من خلال التجربة الأمنية والعسكرية بأنه استطاع أن يقضي على جميع المؤامرات الداخلية والخارجية. نحن بدورنا نعاهد الله والوطن وقائد الوطن وشهدائنا الأبرار بأننا على العهد سائرون. القادة الذين خاضوا حرب تشرين التحريري أنجبوا أبطالا قادرين على تحقيق انتصارات أشبه بتشرين. وبهذه المناسبة زار ممثل القيادة العسكرية يرافقه محافظ الحسكة وأمين فرع الحزب وقائد الشرطة وعدد من المعنيين عددا من حواجز الجيش العربي السوري، مؤكدين بأن الجيش الذي انتصر في تشرين قادر على تحقيق النصر مجددا. ما حققنا الانتصار في حرب تشرين التحريرية راح نحقق الانتصار بهاي المعركة بإذن الله. وتكريما لشهداء حرب تشرين التحريرية الذين قدموا دماءهم الزكية في سبيل الوطن، زار المعنيون في الحسكة عددا من أسرهم وقدموا لهم الهدايا الرمزية. إن شاء الله منضل نقدم شهداء لحتى النصر. ويبقى انتصار تشرين أغنية خالدة على شفة الزمن، ويبقى الجندي العربي السوري هو من يرسم الاتجاه الصحيح لتاريخ العرب أجمعين. بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية، محافظ السويداء يزور عددا من تشكيلات الجيش والقوات المسلحة في الريف الشمالي الشرقي. احتفاء بالذكرى 42 لحرب تشرين التحريرية التي حررت الإرادة العربية وحطمت اسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، زار محافظ السويداء الدكتور عاطف النداف يرافقه عدد من مسؤولي المحافظة من عسكريين ومدنيين إحدى التشكيلات العسكرية لجيشنا العقائدي العاملة على تخوم محافظة السويداء، حيث قدم التهنئة والتبريك لجنودنا البواسل بهذه المناسبة الوطنية المباركة. منقول بهالمناسبة أنه تضافر شعبنا مع جيشنا البطل مع فصائلنا الفصائل الشعبية المساندة للجيش العربي السوري لحماية هذا الوطن وكسرت أيادي الشر والأعداء والإرهاب في العالم كله. وانطلاقا من إيمانهم بعدالة قضيتهم في صون كرامة الوطن وحماية الأرض والعرض، بواسل الجيش العربي السوري مصممون على متابعة مسيرتهم الوطنية النضالية في سحق الإرهاب واجتثاثه من جذوره. دائما نحن في تشكيلاتنا المقاتلة تعودنا أن نكون دائما الجندي المرابط الساهر على حماية هذا الوطن للدفاع عنه حتى آخر قطرة من دمائنا. تحية من الجيش العربي السوري إلى كل أبناء الوطن وإلى قائد الوطن، ونعاهد الله وسيد الوطن أن نبقى على العهد باقوا. نعاهد هذا الوطن والشعب بالنصر حتى النهاية. كل عام وأنتم بخير والجيش العربي السوري بألف خير. هنا أحد مصانع الرجولة والرجال في تشكيلات الجيش العربي السوري الباسل المدافع عن عزة وكرامة الوطن، معتصم شجاع، التلفزيون العربي السوري. وبمناسبة الذكرى 42 لحرب تشرين التحريرية، زارت فعاليات حزبية وشعبية نصب الشهيد بحماة، كما قرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة ووضعوا إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد. أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي مصطفى السكري والدكتور غسان الخلف محافظ حماة أكدا أن انتصار حرب تشرين التحريرية هو ثمرة لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل أن تبقى سوريا منيعة صامدة في وجه كل المخططات، لافتا إلى أن تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري اليوم ستحقق الانتصار على الإرهاب المرتبط بالكيان الصهيوني. وبمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية، زار المحافظ وأمين الفرع جرح الجيش العربي السوري تقديرا لتضحياتهم وبطولاتهم في سبيل إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن. وأكد المشاركون في الزيارة الوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري في تصديه للإرهاب كل من موقعه وعمله حتى تحقيق النصر والانطلاق ببناء سوريا المتجددة الأقوى والأكثر منعة. قام أمين فرع الحزب بحمص وعدد من أمناء الفرق الحزبية بزيارة إلى مشفيي حمص العسكري والأهلية لمعايدة جرحى الجيش، وذلك بمناسبة ذكرى انتصار الجيش العربي السوري في تشرين التحرير. بمناسبة ذكرى انتصار الجيش العربي السوري في تشرين التحريرية، قام أمين فرع الحزب بحمص بزيارة إلى مشفيي حمص العسكري والأهلي. عايدوا جرحى الجيش بهذه المناسبة وقدموا لهم عربون شكر لتضحياتهم في سبيل دحر الإرهاب عن وطننا الغالي. الفترة هاي تكون نصر سوريا القريب إن شاء الله،
نصرنا القريب والله يشفي الجرحى كلياتهم ويرحم الشهداء كلياتهم اجمعين. ان شاء الله كل عام وانتم بخير يا رب. ان شاء الله النصر لسوريا قريب ان شاء الله وتنتهي الازمه ان شاء الله. الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى كل عام وانتم بالف خير. بنحيي البلد والقائد البلد وارواح الشهداء جميعا. باذن الله نتامل انه بالذكرى القادمه تكون حققنا النصر الاكبر على الاعداء الارهابيين التكفيريين، وطهرت البلد منهم من رجسهم ورجع البلد اجمل مما كان. نحن كسوريون في هذا اليوم نفتخر بهذا اليوم العظيم 6 تشرين، ونعتبره مرحله فاصله في تاريخ امتنا العربيه. تحية بهذه المناسبة العظيمة لجيشنا العربي السوري، الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا إن شاء الله. كما قدموا التعازي في شهداء الوطن ممن استهدفتهم يد الإرهاب الغادر، والذين يسطرون بدمهم انتصارنا القادم. احتفلت قوى الأمن الداخلي بالذكرى 42 لحرب تشرين التحريرية في الوقت الذي تواجه فيه الإرهاب بكل تصميم وإرادة على النصر على التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من قوى الاستعمار ومن دول إقليمية وخليجية. سيد العميد جاهزين لبدء الاحتفال. احتفلت قوى الأمن الداخلي بكافة تشكيلاتها بالذكرى 42 لانتصار حرب تشرين التحريرية، حيث أكد ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي على المضي على نهج الانتصار الذي صنعته حرب تشرين التحريرية، وبذل الغالية والنفيسة في سبيل حماية سوريا وصون عزتها وكرامتها. أيها المقاتلون، لم يكن نصر حرب تشرين محض صدفة أو من فراغ، بل كان نتيجة تضحيات أبنائنا أبناء الوطن ووحدتهم ووقوفهم خلف جيشهم، وهو تتويج لجهود مسيرة في إعداد قواتنا المسلحة إعدادا وطنيا عقائديا محكما. بعد 4 سنوات من الحرب أثبت الجيش وبشاركة الشعب وقوى الأمن الداخلي أنهم قادرين على صناعة النصر وكتابة تاريخ سوريا بحروف مطيئة. جيشنا وشعبنا بحرب تشرين أعاد للأمة كرامتها وعزتها، وأسس نهج المقاومة والممانعة للمشاريع الصهيونية، لذلك نتعرض اليوم لأبشع الهجمات الإرهابية للنيل من صموده. ونحن كقوة أمن داخلي نؤمن أن من خاض حرب التحرير قادر اليوم على دحر العصابات الإرهابية المسلحة. حرب تشرين التحريرية هي إنجاز عظيم ترك أثره في مختلف جوانب الحياة، ونحن كقوة أمن داخلي في الجمهورية العربية السورية نعاهد جيشنا الباسل وشعبنا العظيم والجيش الذي قاوم في حرب تشرين التحريرية أن نتابع مسيرته في دحر القوات المسلحة والعصابات الإرهابية التي تتعدى على بلادنا. سيد عميد كل جاهز للاحتفال. التضحية والفداء قيم بدت واضحة في حرب تشرين التحريرية وتربى عليها السوريون، وتجلت في عناصر قوى الأمن الداخلي الذين جددوا بهذه الذكرى العهد بالعمل بإخلاص وتفان ودعم الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل ربوع الوطن. السلام في قاموس السوريين هو السلام الحقيقي المبني على زوال العدوان واسترداد الأرض والحقوق دون منقصان، وتأسيسا على هذا الوعد الحضاري والنضالي تابعت سوريا نهج تشرين التحرير في الصمود والمقاومة ورعايتها ودعمها المتواصل للمقاومة التي اندلعت في الجولان السوري المحتل وفي فلسطين وفي جنوب لبنان، والتي لقنت العدو الصهيوني من الدروس النضالية وجرعته كؤوس الهزيمة المتلاحقة. نحن في هذه المناسبة العظيمة نؤكد ونجدد عهدنا بالولاء والوفاء لنبقى مع قواتنا المسلحة الباسلة يدا بيد لدحر الإرهاب حتى آخر شبر من وطننا الحبيب. احتفالنا بالذكرى 42 لحرب تشرين التحريرية هو التقيد التام المطلق بمجزات هذه الحرب، والتأكيد على متابعة المسيرة في مكافحة العصابات الإرهابية التكفيرية والحفاظ على وحدة الوطن. أسهمت حرب تشرين برفع الروح المعنوية للمقاتل العربي وإعادة للأمة العربية كرامتها وكسرت أسطورة الجيش الصهيوني الذي لا يقهر، واستعادت الأمة سيادتها وكرامتها، واستعدنا جزء من أراضينا المسلوبة، وكانت درس عظيم
لكل الجيوش العربية. تشكيلات قوى الأمن الداخلي أكدت استعدادها التام وبذل الجهد المضاعف لخدمة الشعب السوري والوقوف في وجه كل من يتربص الشر بوطنهم من أعداء الخارج وعملائه في الداخل. وفي السويداء قيادة الشرطة تحتفل بذكرى حرب تشرين التحريرية، حيث أكد المتحدثون أهمية الدروس التاريخية التي تحملها ذكرى هذه الحرب، حرب العزة والكرامة. احتفلت قيادة الشرطة في محافظة السويداء بالذكرى 42 لحرب تشرين التحريرية، وذلك في مقر وحدة حفظ الأمن والنظام، حيث تحدث اللواء محمد سمرة قائد شرطة المحافظة عن أهمية الدروس التاريخية التي تحملها ذكرى حرب تشرين التحريرية، حرب الكرامة والعزة التي ألحقت الهزيمة بجيش الاحتلال الإسرائيلي وأثبتت قدرة الجندي العرب السوري على الصمود والمقاومة في سبيل تحقيق النصر، كما هي إرادته اليوم بالتصدي للوجه الآخر للمستعمر ألا وهو الإرهاب. فواجه سوريا آنذاك بجيشها الصامد بحماة الديار وقوى الأمن الداخلي وكافة الشرفاء وإرادة الشعب الذي لا يقهر، فواجهت إسرائيل بكل قوة وعنفوان، وكان النصر حليف جيشنا الباسل. للنصر موطن هو سوريا، وللمجد تاريخ تسطره بطولات الجيش العربي السوري الباسل. وقيادة شرطة حمص تقيم احتفالية بمناسبة ذكرى 42 لحرب تشرين التحريرية في وحدة حفظ الأمن والنظام. بمناسبة الذكرى 42 لحرب تشرين التحريرية، أقيم اليوم في وحدة حفظ الأمن والنظام بمحافظة حمص احتفالية عبر فيها العناصر عن التزامهم بمبادئهم وأدائهم لواجبهم الوطني. بمناسبة الذكرى 42 من حرب تشرين التحريرية، نعاهد الله والوطن وأبناء شعبنا الصامد الواعي بنصره المحتم إن شاء الله، وأن نكون رديفا مماثلا للجيش والقوات المسلحة. نعاهد شعبنا وقائدنا بأن نبقى الجند الأوفياء لهذا الوطن. نحن بخصوص هذه المناسبة نقوم بمشاركة شعبنا بأفراحه في هذه الذكرى العظيمة، ونستغل هذه الفرصة لنعاهد شعبنا وجيشنا وقائدنا. نعاهد الوطن والقائد والشعب العربي السوري أن نبقى أوفياء له في حربه ضد الإرهاب وضد الصهيونية وضد المشاريع الاستعمارية التي تهدد وطننا وأمنه وشعبنا. نعاهد الله والوطن وقائد الوطن أن نكون نحن قوى الأمن الداخلي الجند الأوفياء والعين الساهرة على أمن الوطن والمواطن، ونكون الرديف لقواتنا الباسلة في الدفاع عن الأرض والعرض. عناصر قوى الأمن الداخلي وحفظ النظام يقفون جنبا إلى جنب مع الجيش العربي السوري من أجل الحفاظ وإعادة الأمن والأمان إلى جميع ربوع سوريا. فريق بصمة شباب سوريا يكرم عددا من المحاربين القدماء بمناسبة الذكرى 42 لحرب تشرين التحريرية. حرب تشرين صنعت أبطالا يذكرهم التاريخ، وتقديرا لبسالتهم في هذه الحرب عام 73 وانتصارهم على العدو الصهيوني، كرم متطوعو بصمة شباب سوريا عددا من المحاربين القدماء. طبعا بهالمناسبة العظيمة ذكرى حرب تشرين التحريرية لذكرى 42 منعظم، نحن بنسمي انتصارات جيشنا بهالمناسبة هي، وبتمنى لجيشنا العربي السوري والمقاومة انه نحقق انتصارات على الإرهابيين التكفيريين في سوريا. نحن أردنا من هذا اليوم أن يكون يوم غير عادي بالنسبة لهؤلاء الشباب المتطوعين، حتى نشحن هممنا هؤلاء الأبطال الذين قدموا غاية النفيس في حرب تشرين التحريرية. تمر هذه الذكرى لحرب تشرين التحريرية، وثقة وتماسك الشعب بجيشه وقائده تزداد يوما بعد يوم حتى تحقيق النصر على الإرهاب. بدر جدعان، التلفزيون العربي السوري، حلب. وزارة الكهرباء وفي إطار دعمها المتواصل للمنظومة الكهربائية في حلب ترسل الكثير من المعدات والتجهيزات وقطع التبديل والكابلات لشركة الكهرباء في حلب.
وزارة الكهرباء مستمرة في تأمين مستلزمات إعادة المنظومة الكهربائية المغذية لمحافظة حلب، والتي تعرضت للكثير من الأضرار بفعل المجموعات الإرهابية المسلحة، من خلال وصول قافلة الدعم التي تحمل معدات وقطع وكابلات لزوم عمليات الصيانة والتوزيع والنقل والتوليد. من ضمن الخطة لوزارة الكهرباء في تأمين مستلزمات صيانة المنظومة الكهربائية نظرا لما لحق بها من أضرار على يد المجموعات الإرهابية المسلحة على كافة مستويات، سواء كان توزيع أو نقل أو توليد، طبعا قامت الوزارة في تأمين دفعة جديدة من هذه المواد وهذه المستلزمات لأعمال الصيانة وإعادة المنظومة الكهربائية في محافظة حلب إلى ما كانت إليه، بغية تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة للأخوة المواطنين وتحسين الواقع الكهربائي بالمحافظة. ولتبقى إرادة الحياة هي الأقوى، وحب الوطن والعمل على إعادة إعمار ما دمرته يد الإرهاب الأساس لبناء مستقبل سوريا المتجددة. في إطار الدعم النفسي، أقيم في صالة ماري إلياس فروة في محافظة حمص ندوة بعنوان الأزمة السورية وانعكاساتها على المرأة السورية. أقيم في صالة ماري إلياس في فيروزة ندوة بعنوان الأزمة السورية وانعكاساتها على المرأة، وذلك بحضور محافظ حمص وعدد من المعنيين بقضايا المرأة وعدد من أسر الشهداء والمفقودين. صفات المرأة السورية إنها مقاومة، وأثبتت جدارتها أنه هي تتعدى كل هالصعاب هاي، بس نحن لازم كمجتمع وكمؤسسات حكومية وغير حكومية نعطيها حقها ونساعدها على تجاوز أزمتها أو الاجتماعية اللي بتتشكل معها وبتتعرض لأزمة ما خلال الأزمة السورية. أحببنا أن نقيم هذه الندوة لكي نتبادل مع الشعب الأفكار وننطلق من هذه الندوة لتحقيق متطلبات السيدات اللواتي هم بحاجة لمن يسمع لهن. أن هذه الندوة هي مؤشر إيجابي على بدء مرحلة التعافي وعلى عودة الحياة إلى استقرارها. معاناة المرأة وقدرتها على تخطي الآثار السلبية للأزمة هي أهم القضايا التي تم طرحها خلال الندوة. ومع هذا التقرير من صالة ماري إلياس بفيروز نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام أخبار البلد. شكرا لحسن المتابعة، بأمان الله.